هلا وبنات، رجعت وياكم بالفيديو الثاني للقصة الثانية الخاصة باليونت السادس اللي هي lesson 7 a famous career، مهنة مشهورة about ابن الهيثم، حول العالم العربي المشهور ابن الهيثم. هنا بنات شو يقول لي؟ read the text quickly، اقرأ النص بسرعة. try to work out، حاول أن تستخرج the meaning، المعنى of the underlined، لما تحته خط، words كلمات ما تحتها خط. check your answers، تحقق من إجابتك. in activity book exercise A، من كتاب التمارين التمرين الأول. عدك هنا هسه هاي طبعا بنات قطعة جدا مهمة، يا ريت وياي تترجمون وتنتبهون لأنه تجي من عندها هواية بالوزاري. أبو علي الحسن ابن الهيثم known عرف to the west، عند الغرب يعني في الغرب العالم الغربي الأجانب يعني الحزن. was born، هذا طبعا مهم، هاي يجيش فراغ أو سؤال، شي يقولش ماذا كان يعرف عند الغرب؟ الحزن. was born in 965 in Basra، ولد عام 965 في مدينة البصرة in Iraq. وين ولد؟ بالبصرة بالعراق، مهمة هذا. إيش وقت متى وأين ولده؟ was born in 965 in Basra Iraq. he received، هو تلقى، his education، تعليمه، تلقى تعليمه يعني وين درس؟ in Basra بغداد، and later traveled to Egypt، وين تلقى تعليمه طبعا مهمة. he received، هو تلقى، his education، تعليمه in Basra في البصرة، بغداد، and later وبعدها traveled، سافر، to Egypt إلى مصر، and Spain وإسبانيا. إذن بأربع مناطق، بأربع أماكن تلقى تعليمه اللي هي البصرة، عراق، القاهرة، مصر، وإسبانيا. in medieval Europe، في قرون الوسطى، الميديفال يوروب الأوروبية، في القرون الوسطى في أوروبا، ابن الهيثم was called، كان يسمى the physicist، هذا الفيزيائي طبعا مهمة هذا. شي يقولك ماذا كان يسمى في القرون الوسطى في أوروبا؟ the physicist، الفيزيائي. he is also sometimes، هو كذلك بعض الأوقات، called البصري، ليش يسمى البصري؟ نسبة إلى مكان ولادته، after his birthplace، نسبة إلى مكان ولادته، in Basra in Iraq، في البصرة في العراق. أوكي؟ طبعا هذا بي تقريب 4-5 أسئلة كلش مهم. we don't know، نحن لا نعلم، much الكثير، about حول ابن الهيثم's early career، حول مهنة أو عمل ابن الهيثم، مهنته المبكرة. but the caliph، ولكن الخليفة in Egypt في مصر، needed احتاج منه to regulate، أن يضبط the flooding، الطوفان of the river Nile، الطوفان لنهر النيل. he proposed، اقترح هيدروليك سيستم، نظام الهيدروليكي بذلك الوقت. but the task، ولكن العمل، was impractical، كان غير عملي. at that time، يعني ما ضبطوا الشغل مالت هذا النظام الهيدروليكي بذلك الوقت. during his stay in Spain، خلال فترة بقاء في إسبانيا، he contributed، هو ساهم، to the fields، في حقول of mathematics، الرياضيات، physics، الفيزياء، medicine، الطب، scientific methods، النظريات العلمية، and especially، وخاصة optics، علم البصريات. طبعا احنا حتى عندنا مستشفى بالعراق اسمها ابن الهيثم، يعني بس تقولين مستشفى ابن الهيثم تعرفين انه شنو؟ عن العيون. اذا كان مختص في علم البصريات، صح هو، طبعا هاي جدا مهمة. he contributed، ساهم، to the files، في حقول الماثماتكس الرياضيات، هاي يجيش فراغ أو سؤال بنات، الرياضيات، physics الفيزياء، medicine الطب، scientific methods النظريات العلمية، and especially وخاصة optics علم البصريات. ابن الهيثم was known، كان يعرف as the father of optics، هذا جدا مهم، شنو كان يعرف بشنو؟ as the father of optics، أبو البصريات.
for his great contribution لمساهمته العظيمة الكبيرة in the field of optics لمساهمته العظيمة في علم البصريات. هو كان one of the most eminent. هو كان من أبرز من أكثر البارزين physics الفيزيائيين البارزين who ever lived اللي بعمره كليته يعني بمسيرة حياته يعني أكثر شخص كان بارز في علم الفيزياء. All the medieval جميع العلماء and western والغرب والعرب scientists علماء البصريات الغرب والعرب on optics اعتمدوا بنظرياتهم بالبصريات their work on ابن الهيثم's theories على نظريات ابن الهيثم on light في الضوء and optics والبصريات. يعني جميع العلماء الغرب والعرب اعتمدوا بعملهم على نظرياته. His most famous work من أكثر أشهر أعماله is كتاب المناظر. هذا طبعا جدا مهم. شنو أكثر هيش يقولش his most famous work من أعظم وأكثر أشهر أعماله شنية كتاب المناظر Book of Optics كتاب البصريات هذا جدا مهم which is الذي كان in 7 volumes بسبع أجزاء هذا طبعا بنات. This great work هذا العمل العظيم was translated ترجمة هذا جدا مهم وزاري into Latin and many إلى اللغة اللاتينية and many other languages والعديد من اللغات الأخرى. هذه طبعا القطعة بنات كل شهواي مكررة بالوزاري. He made many extremely هو عمل الكثير من extremely التجارب on the movement على حركة light of light colors الألوان optics البصري optics illusion الخداع البصري and reflections والانعكاس. Also كذلك he discovered اكتشف the law قوانين laws قوانين of reflections الانكسار and gave وأعطى scientific explanation شرحا علميا of the parts لأجزاء of the eye العين الشرح علمي لكل جزء من أجزاء العين and the propose of vision ورؤية علمية. This successful هذا النجاح and famous والشهرة مثمتيكيا لعلم الرياضيات astronomer علم الفلك optician علم البصريات and physics وعلم الفيزياء عالم ديد مات in 1040 possibly in Cairo وربما مات وين بكايرو يعني لحد الآن المكان اللي توفى به ما متأكدين به إنه هو شو يقول لك هنا possibly ربما in Cairo في القاهرة بمصر. In 2015 بعام 2015 يونسكو طبعا هذا هم مهم هو جاي بالوزاري in 2015 أو in 2050 في عام 2015 يونسكو منظمة اليونسكو celebrated احتفلت ابن الهيثم's achievement في بإنجازات ابن الهيثم in optics في علم البصريات mathematics الرياضيات and astronomy والفلك with the help بمساعدة of some science center بمساعدة بعض المراكز العلمية. The short educational film وفيلم وكان هنالك فيلم تربوي قصير 1001 اشقد 1001 invention اختراع يعني عدد اختراعاته 1001 on the world of ابن الهيثم وعالم ابن الهيثم was produced انتجه يعني كان احتفلوا بمنظمة اليونسكو بال 2015 وكان اسم الفيلم القصير اللي سووه عنه هو 1001 invention on the world of ابن الهيثم عالم ابن الهيثم والاختراعات 1001.
According to medieval biographies, طبقا لعلماء القرون الوسطى، لعلماء السيرة الذاتية للقرون الوسطى، ابن الهيثم، العالم ابن الهيثم wrote كتب more than 200 works، أكثر من 200 عمل on a wide range، على مدى واسع of subject، على مدى واسع يعني مختلف المواضيع. Most of his work معظم أعماله are now lost، هي الآن مفقودة ما يعرفون بيها وين. But more than، ولكن أكثر من 50 of them، 50 من عندهم has survived، أنقذت to some extent، إلى حد ما. إلى حد ما. وهذا الشرح لي جدا مهم وجدا مكررة هواية بالوزاري، يعني كلها هاي كلها من فوق لي جوا، كل سنة جايبين من عندها سؤالين أو ثلاث أسئلة بنات، فرجاء تنتبهون على الشرح وياي، وهسا راح أدزلكم الأسئلة الخاصة بيها، وتحياتي للجميع.